السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم بدورة جديدة اللي هي عن سبرينج ام في سي. طيب طبعا سبرينج ام في سي يعني شكت ما تقول انه هذا الفريم ورك رائع قليلة بحقه. أرقى فريم ورك مصمم لكثير من أشياء حقيقة. يعني بالنسبة سبرينج ممكن تستخدمه في المايكرو سيرفيسز، reactive, event-driven, cloud, web application, serverless, والpatch. طبعا احنا دورتنا راح تكون عن الويب application او applications، تطبيقات الويب. Spring MVC راح نستخدمها كيف نصمم بها صفحات مواقع انترنت. على سبيل المثال تريد تعمل تكون developer كويب developer backend، Spring MVC ممكن أيضا تعمل بها الـ RESTful API. أي واحد يريد يدخل في مجال الـ Web Application ممكن يستخدم Spring MVC. طبعا راح تسأل في كثير من فريموركات خاصة بالويب، يعني أنا ليش أتعلم Spring MVC؟ خلي في بالك نقطة، مستحيل مستحيل ليومنا هذا مستحيل في فريمورك يصل بقوة و روعة سبرينج ام في سي. هذا خليه في بالك، يعني ايش قد ما يقولون انه في هذا الفريم ورك وقوي وما ابد 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 ما يوصل نهائيا لقوة سبرينج ام في سي. يستخدموه كثير الشركات الانتربرايز، المشاريع العملاقة. تمام، فتخيل انه السكيورتي عندها عالي جدا، تقدر تصنع أي نوع من الويب applications، تطبيقات الويب بمختلف الأنواع، فلذلك مرغوب جدا بشركات الانتربرايز. في كثير فريموركات موجودة على الانترنت بدون ذكر أسمائهم، راح تلقى المبرمجين كثير يستخدموها لسهولتها. لكن لما تيجي تشتغل بشركات انتربرايز، قصدي شنو بشركات الانتربرايز؟ شركات عملاقة. يعني مثلا لما تيجي تقول لي أريد أعمل تطبيق مطعم، تريد تعمل تطبيق طلبات أكل، تريد تعمل تطبيق مستشفى، صيدلية، هذه التطبيقات البسيطة. تمام، هاي تطبيقات بسيطة تخدم مجموعة أشخاص بسيطين، تمام، أو مجموعة يوزرية قليلين يكونون داتابيز للشركة مثلا. هذه ممكن تعملها بأي فريمورك تريده. طيب وين راح يجي دور Spring MVC؟ لما تريد تصنع شيء مثل فيسبوك على سبيل المثال، اللي عنده أكثر من 3 مليار حساب، يعني أنت عندك بالريال تايم باللحظة الواحدة أكثر من مليون شخص طاب، أكثر من مليون شخص دا يستخدم التطبيق. هنا ما ينفع تستخدم غير Spring لأنه عملاق بهذا الموضوع. فإذا التطبيقات البسيطة، التطبيقات اللي على قد حالها، ممكن استخدم اي فريمورك، لكن التطبيقات العملاقة الانتربرايز اكيد هنا مثلا شركة كبيرة جدا عملاقة جدا، سبرينج ام في سي يكون هي الافضل. طبعا هذا ليس بمعنى انه انا ما اقدر اصنع تطبيقات بسيطة بالسبرينج، لا انت تقدر تعمل، يعني تطبيقات المطاعم، تطبيقات التاكسي وغيره وغيره تقدر تعملها بالسبرينج ام في سي حقيقة. يعني انت من تتعلم سبرينج ام في سي لا تتخيل في شيء في الويب ما تستطيع انه تصنعه، كل شيء تقدر تصنعه. يعطيك سرعة، الجميل انه مختزل لك كثير من كتابة الكود بحيث انه يركز اكثر شيء على البزنس لوجيك، بمعنى انه ما يدوخك كثير انه تكتب كود، لا، وانما اكثر شيء شلون ترتب الشغل مالك حتى يطلع عندك موقع ممتاز. هذه فكرة Spring MVC لصناعة تطبيقات الويب. طيب لمن موجه هاي الدورة؟ طبعا هاي الدورة ما تنفع للناس اللي ما بتعرف الجافا، لازم تتعلم الجافا. يعني قبل دخولك للسبرينج MVC لازم على الأقل تكون متعلم الجافا. طيب شو اللي أتعلمه أنا في الجافا؟ طبعا احنا في الجافا عندنا مجموعة دروس. بالنسبة للناس اللي بيعرفوا جافا، دارسين جافا أساسيات وجافا متقدم، هذا اوكي، واي نوت، تقدر راسا تدخل معي في دوره سبرينج ام في سي. اذا حسيت، يعني للناس اللي درسها من قنوات اخرى
على اليوتيوب او على اي قناة اخرى، او هم دارسينها من كتاب او فد شيء، اذا تحس نفسك انه انت جيد بالجافا اساسيات متقدمة خلاص، يعني رأسا بلش ب السبرينج ام في سي معي. لكن بمجرد انه تحس دا تتكلم في مصطلحات انت ما فاهمها، معناته انه تنقصك معلومات يا اما في الاساسيات الجافا يا اما في المتقدم. طيب شو الاشياء اللي اني لازم ادرسها في الجافا اذا كنت مبتدئ وما عندي اي شيء عن الجافا؟ طبعا انا في عندي اساسيات الجافا، لاحظ هنا اساسيات برمجه الجافا، واحد لاحظ واحد جافا بروجرامينج، اساسيات برمجه الجافا اللي هي 185 فيديو. لا تنصرع اعرف الفيديوهات كثيره، بس لكن هي طول الفيديو دائما 4 دقائق 3 دقائق 5 دقائق، يعني ما يطلع كثير. عندنا ايضا جافا متقدم اللي هي 223 فيديو، هذه جدا مهمه، يعني هل اثنين اساسيات متقدم لازم تكون انت تعرفها. بمجرد عدم معرفتك باحد هالمواضيع راح تلاقي صعوبة في الدورة خلال دورة السبرينج ام في سي، لان حقيقة يعتمد عليهم. بلس احنا في عندنا ايضا جافا داتابيز، هذه ايضا مهمة، يعني هنا واجهات رسومية ما راح تحتاج، نيتوركينج ما راح تحتاج. اذا الاساسيات هذا جافا جي دي بي سي داتابيز، قواعد البيانات، هذا جدا مهمه. حتى الدورات اذا انت درستهم خلاص انا اضمن لك انه انت تقدر تدرس معي السبرينج ام في سي بدون اي مشاكل. تمام، اذا هي لمن موجهه؟ هي موجهه للناس اللي خلصت اساسيات الجافا ومخلصت جافا متقدم ومخلصت جافا داتابيز، وتحب انه تبحر في عالم التطبيقات الويب، صناعة ويب سايت وإلى آخره. فبسبرينج ام في سي تقدر تصنع أي نوع من الويب. طبعا في كمان شيء أنه أنا أعتذر أنه فترة كثيرة أنا منقطع عنكم، هذا بسبب الشغل حقيقة، ما كان يعطيني أبد مجال، فلذلك أعتذر من عندكم. بس إن شاء الله تكون الدورة سهلة، راح نشوف شنو الأشياء اللي إحنا نحتاجها خلال هذا الدورة. طبعا في الدورة أنت ممكن تستخدم أي آي دي إي أنت ترغبها، أي آي دي إي البيئة التطويرية اللي أنت تحب تشتغل عليها، إيكليبس، إنتلج آيديا، فيجوال ستوديو كود، أس يو ويش، براحتك. بالنسبة لهاي الدورة أنا راح أستخدم إيكليبس. تمام، إيكليبس اللي أنا مستخدمك بكثير دورات الجافا، وما تصور في عندي دورة جافا بدون إيكليبس، دائما إيكليبس أستخدم أنا. فإيكليبس.org الموقع الرسمي، داونلود، انا دائما احمل من الباكيج، يعني اذهب للداونلود باكيجز هنا وبعدين اجي اختار ايكليبس اي دي اي فور جافا ديفلوبرز. طبعا هذا في عندك نسخه ماك، في عندك نسخه ويندوز، في عندك نسخه لينكس، as you wish، حسب انت شو هو الاوبريتنج سيستم الخاص بك ممكن انه انت تحملها. طيب هذا بالنسبه للاي دي اي. كذلك راح نحتاج الى مافن. مافن شو الفكرة من عنده؟ ما أريد أشرح بهذا الدرس لأن ممكن يكون مطول جدا، بس لكن كمختصر ليش أنا أستخدم مافن؟ المافن حقيقة في عندي مكاتب راح أحتاج أستخدمها في المشروع، فبدل ما أنا أحملها وأنصبها وأعمل داونلود وأعمل سيتينج وإلى آخره من أمور، مافن هو يقوم بالواجب. يعني كأنما أنت عندك تقدر تعتبر مافن انه انت عندك خادم في البيت. تمام، فانت بدل ما انت تروح تعمل لك الشاي والكافيه واي شيء اخر، لا انت في عندك خادم ممكن تطلب من عنده هو راح يحضر لك اياه. كيف حضرها، كيف عملها، انت ما بتعرف هذا الشيء صح، لكن انت اجالك القهوه جاهزه خلاص، الشاي جاهز اجاك، لكن شنو اللي عمله هو ما بتعرفه. فالمافن هذا الشيء جميل بي، يعني بدل ما انا لما اطلب مكتبه معينه مثلا سكيورتي او داتابيز، ليش انا احمل هاي المكتبه وانصبها واروح للموقع والاخر؟ لا، مافن مجرد راح اعطي اسم المكتبه اللي انا بدي اياه، خلاص هو راح يعمل لي داونلود له. تمام، فلذلك انا استخدم المافن. طبعا تنصيب المافن مجرد اكتب انستول مافن اون واختار شيء معين. بالماك جدا سهل، يعني في كوماند اللي هو BREW، هذا بتقدر تحمله موجودة في الماك، يعني لازم تنزله، يعني هاي BR
EW موجودة على الإنترنت، هذا The Missing Package Manager للماك، ما يكون موجود بالماك حقيقة، لازم تتحمله. مجرد تعمل هذا كوبي وتجي للتيرمال تعمله بيست، فيكون عندك هذا الباكج مانجر موجود حاضر. مجرد تكتب انستل مافن، فهو راح يقوم بعملية الانستل والتنصيب والتهيئة وإلى آخره من أمور. طبعا بعد ما يخلص بالتنصيب مجرد تكتب mvn تعطي space ناقص version، راح يعطيك نسخة المافن اللي موجودة في حاسبتك. خلاص بهالحالة أنت يكون عندك المافن أيضا تم تحميله. في موقع، هذا الموقع تصور أنا شفته، how to install Maven on Windows, Linux, Mac. ممكن تشوف الويندوز كيف يتنصب، لاحظ installing on Windows, Path Manager وإلى آخر من أمور، في Linux كيف يتم تنصيبه في Ubuntu وإلى آخره. يعني مجرد أنه تكتب هنا مثلا، لاحظ هنا install Maven on، واكتب النسخة اللي بدك هي يعني Windows for example، راح يطلع لك المجموعة من طرق كيف تنزل المافن. تمام، فيكون عندك المافن، يكون عندك طبعا هي تابعة الاباتشي بروجكت. هنا ايضا عندك داونلود، وبالداونلود ايضا يشرح لك، يعني يقول لك بالنسبة للويندوز وبالنسبة للماك. اي ثينك هنا لو نجي لاحظ انستالينج مافن اند مافن شوف اون ويندوز. تمام، فهو يقول لك مثلا كيف تنصب المافن. تمام، فهذه بالنسبة للمافن. بعد شو اللي نحتاجه؟ ها، في عندنا جافا أيضا نحتاجه، وهذا الشيء لازم مفروض أنتوا تعرفوها. يعني إحنا راح نحتاج ننصب جافا. اكتب في جوجل جافا، جافا اللي راح نستخدمه هو جافا SE، هي مفروض من أوراكل. لاحظ download for Mac أو for Windows أو for Linux، ممكن أختار for Mac أنا إذا حاسبتي Mac. أوكي، and ليش هذا يأخذ هنا؟ مفروض يأخذني على موقع أوراكل. أوكي، هذا أوراكل www.oracle.com، هو هذا. تمام، زين، فعندي مثلا SE حاليا النسخة اللي موجودة للجافا هي 16، فتقدر تحمل JDK الخاص بها. فأنا أحتاج فقط SE Standard Edition يكون محمل عندي. طيب، في ناس ممكن تسأل أنا عندي أصلا جافا منصب، هل يحتاج أحمل مرتلغ جافا؟ حقيقة أنا ما بعرف النسخة اللي عندك إيش كده راح تكون، بس إذا جافا 8 فما فوق it's okay. وإذا تقدر حاول جافا لاحظ minus minus version I think oops version. تمام، حتى تعرف النسخة اللي عندك. أنا حملتها نسخة 16، فأنت إذا عندك نسخة قبلها 15-14 تمام، لحد 10 تمام، بس حاول تحدثها. يعني فإذا لازم يكون عندك أول حالة الجافا منصب، لازم هذا. تمام، بعدين تبلش تحمل الإيكليبس وتحمل المافن. حتى شنو؟ حتى نبدي نشتغل بالمشروع. هذا الشيء موجود على الإنترنت، يعني كيف تنصب المافن. لاحظ هنا يقول لك تنزله من الاباتشي مافن سايت، هذا الشكل راح ينزل. بعدين مجرد انه تعمل له تعرفه بالويندوز انفايرمنت، نفس الطريقه اللي كنا نعرف بها الجافا على فكره. يعني بالويندوز كذلك، لما تعرف الجافا لازم تعرفه بالويندوز انفايرمنت، صح؟ يعني هذا الكلام اللي انا اقوله للناس اللي اصلا دارسه اساسيات الجافا ومتقدم، فمستحيل هو يعرف الجافا اساسيات ومتقدم ما بيعرف كيف يعرف جافا. تمام، فنفس الطريقه اللي احنا كنا ننصب بها جافا ونعرفها، نفس الحاله بالنسبه للمافن. فاذا هاي الدوره للناس المتقدمه، يعني ناس عندها دارسه الاساسيات ودارسه المتقدم. فاذا دارسه الاساسيات ودارسه المتقدم وتعرف تتعامل مع الداتابيس، فهذا فشي جيد. ما كنت تعرف تتعامل مع الداتابيس ايضا اتس اوكي. اهم شيء عندي جافا اساسيات وجافا متقدم تكون انت دارسا، هذول الشرطين اساسيين لازم تكون تعرفهم حتى تقدر تبلش وياي بسبرينج ام في سي فريم ورك جنرال، وما في فريم ورك ممكن ينافسه حقيقه هذه. طيب، بالنسبه للمتابعه، فانا عندي شانل خاص اصلا على اليوتيوب، دائما انزل فيها فيديوهات. اذا تحب انه دائما تعرف الابديتس، فهي موجوده في قناتي على اليوتيوب. كذلك عندي صفحه خاصه بالفيسبوك، صفحه رسميه
تمام، هذه الصفحة الرسمية دائما أنزل بيها معلومات ومواضيع في عن البرمجة، في أوقات مثلا إذا مؤتمر شيء دائما أعطي عنها فكرة. كذلك على تويتر نفس الحالة، محمد عيسى لاحظ أكتب هذا الشكل على تويتر، على الفيسبوك also، على اللينكد إن نفس الحالة راح تلقاها موجود. ف يس هذه للتواصل. طيب لهنا أنا راح أوقف حتى ننتقل بالدرس القادم كيف نهيئ الكمبيوتر حتى نبلش ببرمجة Spring MVC. تقبلوا تحياتي، نلتقيكم بالدرس القادم، مع السلامة.